شرينا واحد الدار قديمه وريبناها وبنيناها، وناض واحد السيد جارنا دار علينا هكذا، بغى يحكم علينا حكم مالين الزنقه كلهم، حتى واحد ما كيتفلفس، كلشي كيحكم عليه، لا الدراري لا الرجال لا كلشي، ما عليناش ماشي مشكل. ملي جينا حنا لتما بغى دابا باش يبقى يدير لنا حتى حنا يبقى يكرفسنا بحال داك الشيء، حنا ما كنتكرفسوش، حنا ما عندنا ما نديرو بصداع، حنا واحد الناس شادين تقارنا وداخلين سوق روسنا، داري الولدي دبز معانا وهجموا علينا ها الجاج باش كيضربوني بالجاج فوق الدار ديالي، ها هي ها هو الجاج، وهرسوا لبنتي الراس ديالها بدا من فوسط الطوموبيل وهرس ليها الراس ديالها، ومشينا للمحكمة، حنا مشينا للمحكمة شحال من المساطير ديال المحكمة، ها شوف شحال المساطير ديال المحكمة، شتي شحال المساطير؟ ها المساطير ديال المحكمة اللي كاينة عندنا ها هما، كلهم كيشد فيهم البراءة، كيدعينا وكيشد البراءة، وعلاش تدعينا ملي غتشد البراءة بنقص؟ علاش تدخل سوق راسك اش بيننا وبينك؟ وهو تيبيع ليسانس ديال الدولة خاف قال لك لا نفضحوا به، حنا ما بيش سوقنا، ماشي شغلنا هذاك. ما عرفتش شكون اللي صوروا دا لهم الخدمه ديالتو، داك الشيء وقفوا ليه داك دوك الباده ودوك التيو اللي كيخشي في الطوموبيل ديال الجد ديال المخزن، وتيبدا يبيع ليسانس، ماشي سوقنا، بقى تيدبز معانا وتيعايرونا وكيكرفصونا، تيتعرضوا لينا في الطريق. اشنو دار واحد النهار يا ولدي كان بيرمانونس نهار الجمعه، نهار السبت مشى يخرج يدير يتفرج في الكره مع صحابه في ديور الجامع، فاش كنا ساكنين في ديور الجامع ديك الدار القديمه. ملي جاي في طريق راه مدروس داك الشيء مدروس مقادين داك الشيء ديالو، وهو يضربوه على الراس هنا جرزوا ليه الراس ديالو فوق الموتور، ولاح مسكين كيمشي هكذا ولاح الموتور ديالو، بقى تيمشي تتكى في الشانطي في وسط الشانطي، وجاو هزوا الموتور دوك اللي قتلوه هزوا الموتور داوه، وديك الرويضه خارجه لبرا لا سميتو، راه عندي هنا في الكلي ها هو الكلي، راه عندي في الكلي ولدي ها هو في الكلي عندي، ها المشكل كله عندي في هذا الكلي هذا، كله اللي عندي في هذا الكلي، كنطلب من الجدرميه يعيطوا عليا نعطيهم هذا الكلي باش يجبدوا هذا الشيء يديروا في المخابرات ديالهم ويجبدوا في الراديو يجبدوا هذا الشيء ويديروا التحليلات لهذا الشيء. وانا باغيه الكاميرا ديال الخنطره، وباغيه هذا الكلي هذا يشوفوه شنو فيه هذا، ها شنو فيه فاش هزوا الموتور هذوك هذوك القتاله، فيها التسجيل ديال الكاميرا وفيها الناس اللي بانوا تهزوا الموتور وداوه وخلوهم مليح حتى يتجرجر بالدمايات. ما نقول لك ما قدام نقول لك شاقور باش ضربوا لي ولدي زلعوا ليه الراس ديالو. دابا انت هذا البنت كتتهمين هذاك السيد لانه هو اللي ضربها؟ انا ما تنتهموش، هو هذاك اتهام ماشي اتهم. انا كنتحمل المسؤوليه، ولا ما كانش هو تقطعوا لي يديا بجوج، ولا ما كانش هذا الزوير اللي كيزور عليا، ها هي 25 واحد هنا اللي داير لي العريضه، ودابا ديك المالين العريضه كيقولوا لي لا لا سمحي لينا راه ماشي هذا الشيء على على سنينا، راه سنينا على نصايبوا القوات، واش انا زوين؟ واش هما اللي غادي يقولوا لك انتم انت زوين؟ الاداره ديالك اللي تعطيك النقاط، إلا احترمتي الإدارة ديالك غادي تعطيك النقاط، ما احترمتيش بحال دابا غادي تحتار تحترم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، الله ياخذ الحق وعنده النفوذ، وأنا كنطلب الله عز وجل هذوك النفوذ كلهم أنا داعياهم للحق سبحانه، أنا داعياهم للمحكمة الكبيرة ديال الله، أنا باغية لهم الإعدام ديال الله، وما حتى إلا حكم عليهم المخزن بالإعدام ما غادي شي تيبرد ليا قلبي، غادي يعطيهم الله الإعدام ديال سيدي ربي. طرات ليا بحديثه واش الطب الشرعي قال انهم ضربوا فراسه؟ معلوم دار الدوه السويسي، انا كنعيط على ولدي في التليفون ما قدرش مسكين يجبد التليفون ديالو، تداوه في لابيلانس للسويسي وعيط، وانا ويز داك الرجال المطافي هز التليفون قال لي شكون انت لاله اللي كتعيطي في هذا التليفون؟ قلت انا مهم داك من التليفون، قال لي ولدك هو في السويسي. مشينا لعندو انا وباه لقيناه راه فوق البياص هكذا مسكين بلي باك ديالو الدموع في عينيه، راه راسو مفلح خشيت يديه هكذا في الراس ديالو، ما عنده حتى هرسه، ما عنده حتى ضربه في يديه ولا في رجليه ولا حتى شي حاجه، سوى ديك الضربه ضربوها من فوق الموتور وداو الموتور، وانا بغيت الكاميرات. ماشي الطريقه ديال الموتور، كيفاش الطريقه ديال الموتور باش طاح؟ ها هما هزوا الموتور وكيقول لك البوليسي طار 17 متر، انت عارف 17 متر اللي طار 17 متر كيتشرقوا لي الحوايج، انا علقت على الحوايج ديال ولدي على السروال والتريكو والفيستا، علاش علاش بنت ولدي انا بغيتو يتشتت لي يكون دار كسيده، واش الكسيده ساهله كيطيح شي واحد غير من البيكالا كيطرى لي كيتشرقوا لي حوايجو، ولدي ما مشرك لي لا حوايجو، ما مضروب حتى شي جهه، ما مضروب من جهه هكذا وجهه كيدير فوق البياص.